عواصف ترابية تعرض لها العراق مؤخرا تكررت لأكثر من 6 مرات نتيجة التغييرات المناخية. مسؤولون في الأنواع الجوية توقعوا استمرار تلك الحالة خلال الأيام المقبلة لكن بمستويات أقل. قلة الأمطار وتصحر الأراضي وفقدان المدن للأحزمة الخضراء أهم أسباب تلك الموجات الغبارية التي باتت تهدد العراق، وقد تتفاقم في حال عدم زيادة المساحات الخضراء بحسب وصفهم. في كل عام في خاصة في هذه الأشهر أشهر الربيع يعني هناك تقلبات جوية، ونتوقع أن تكون نتوقع بالمنخفضات الجوية اللي تأثر على البلاد. نتوقع هذا العام هناك عواصف ترابية، هناك تصاعد للغبارات. شحت هطول الأمطار بالخصوصا بالمنطقة الغربية وشمال غرب البلاد، هذا بدوره أثر كثيرا في زيادة المساحات الصحراوية وقلة الغطاء النباتي، وبالتالي زادت عندنا نقاط هبوب العواصف. فيما شهدت مستشفيات العاصمة استقبال عشرات حالات الاختناق نتيجة تلك الموجة التي أثرت بشكل مباشر على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فما يقرب من 90 حالة استقبلها مستشفى واحد، وتوقعات بحدوث وفيات في حال عدم اتخاذ إجراءات وقائية من قبل المواطنين لمواجهة العواصف الترابية المقبلة. قبل يومين منذ بدء العاصفة الترابية 87 مصاب، يوم أمس أيضا تم استقبال 5 مصابين. طبعا حالات وفيات أثناء دخول المريض إلى الطوارئ لم تحدث حالة وفيات، قد تكون حالة الوفاة قد تحدث قبل الوصول إلى المستشفى، أي وصل متوفيا، لكن الحمد لله جميع المرضى الذين وصلوا إلى الطوارئ التنفسية تم علاجهم واكتساب الشفاء التام. ومع التوقعات التي تشير إلى تسجيل العراق لعواصف ترابية قادمة خلال الأيام المقبلة خاصة مع التغيرات المناخية الحاصلة، فإن مستشفيات العراق قد استعدت لاستقبال هذه الحالات التي شهدت خلال الأيام الماضية تسجيل أكثر من 1000 حالة اختناق بين المواطنين. عباس نعمة، العراقية الإخبارية، بغداد.